راح فين؟ ارفع من وش التراخر انت يا ولادنا. افتحي يا من قهد البرد. ايه ده افتحي البرد. ايه بتعمليه ده؟ انا مش قلت الموضوع ده ما يشتغلش بالليل؟ قلت ولا ما قلتش؟ الفه راح فين؟ ها الودان انطرشت خلاص. يلا مالكمش عيش هنا. يا ست الشوب. بلا يا ست الشوب بلا نيله. تاخدي الصنيوره بتاعتك دي وتطلعي بره، واذا كان هتكمل طش اللي انت اديتيهم لي الصبح ابقي وانت خارجه عدي خديهم مني عالجزمه. ايه يا جماعه خير؟ لا يا اخويا مش خير. لا مش خير. ما هو لما يبقى الجيران مش لبعضيها يبقى مش خير. حصل ايه بس؟ حصل خير. والله ما حصلش حاجه المره دي، حصل خير. يعني ان شاء الله كده حليب يا قشطه. يعني ما يصحش تنكرش انت والسنيوره وتروحوا في الشارع. تروحوا فين دلوقتي في انصاص الليالي؟ عيب ما يصحش. وبعدين ما تاخذنيش يا ست الحاجه، اصل انا طول النهار ببقى في الشغل واقفه على رجليا، فباجي على بالليل بقى بتبقى يعني راسي جواها شواكيش شغاله دقه على راسي. وبعدين بوصل بقى البيت ما بصدق الاقي السرير، برمي جبتتي وببقى مزنهره وطق من جنابي كده مش عارفه ازاي. ربنا يكون في عونك. ما تاخذنيش بقى المره دي، بس يعني انا احنا جيران. اه طبعا. احتجتي حاجه اي حاجه لازم تعدي عليا. اوعي تترددي. لا والله انا قلت ان انت ست طيبه. احنا ما تعرفناش. نسمة بنتي اخر سنه في كليه الاداب. حلو اداب. وحسن ابني. اداب رخم. لا ده مخلص كليه التجاره وبيدور على شغل، وان شاء الله كل الابواب المفتحه هتكون في وشك يا رب. تنورتنا يا سي حسن. نعمل شاي بقى يا ست. لا شاي ايه وده وقت شاي؟ انا حاسبكوا بقى. ها طيب لو احتجتي حاجه لازم تعدي عليا. حاضر ماشي. يلا انت نورتونا. وانا واعده مني مش هشغل الموتور ده تاني ابدا. لا ده انت شغلي الموتور ده في اي وقت انت عايزاه، صبح ليل براحتك خالص. تصبح على خير بقى. تسلمي. ماشي. ايه يا ماما ده؟ ايه الست دي؟ مالها عماله تتلوى يمين وتتلوى شمال وتبص لحسن؟ هو في ايه؟ وبعدين ايه الطريقه الزفت اللي هي بتتكلم بيها دي؟ سيبك منها بس. انا مش عايزه حد فيكم يكلمها ولا لسانه يجي على لسانها. احنا قاعدين هنا لحد ما ربنا يفرجها وبعد كده نشوف مطرح تاني. انتوا فاهمين؟ طبعا. انت بتقولي ايه؟ هو مين فينا اصلا يحب يتكلم معاها ولا يتعامل معاها اصلا الست دي؟ وانت من بكره تنزل تلف في البلد دي لف وتبرم كده لحد ما تلاقي شغل. يا ماما يعني هو انا قصرت في حاجه؟ والله يا ابني انا عارفه، بس انت شايف الحال عامل ازاي؟ والله العظيم ما في حد الا لما سالته على شغل، ولا في اعلان في جورنالي لما روحته. انا مش عارف اعمل ايه بس. معلش دور كمان وان شاء الله ربنا هيوفقك. ربنا بيحب اللي يسعى. ونعم بالله. تعال. على فين؟ عايزه ارد لك الجميل اللي انت عملته بزيارتك الحلوه دي. رديت لي كرامتي. ده واجب علينا. انت عسل عسل وسكر. تعرف انا موصيه على غدوه انما ايه هتعجبك. لا ما اقدرش. ليه ما تقدرش؟ جي. خد الباب في ايدك وما اشوفش وشك. عشان تعرف ان دخلتك على اي حد دخلت خير. حمام محشي بالسم عشان خاطر بقك. كل حلو. حسنك
أنا مين؟ أنا حسن. حسن؟ حسن مين ده؟ حسن الساكن الجديد. حسن، إزيك يا حسن؟ عامل إيه؟ أمك كويسة؟ أختك جرى لها حاجة؟ كلهم كويسين. طب أمال خير في إيه؟ أنا أصلي كنت. تعالى تعالى ادخل، أحسن حد يكون طالع كده ولا كده يشوفك تبقى فضيحة. خير؟ كنت عايزني في حاجة ولا إيه؟ خير؟ الله، ايه يا شو؟ فيك ايه؟ ابعد عني، ما تلمسنيش. انا غلطانه اني صدقتك، غلطانه اني فتحت لك قلبي، فتحت لك بيتي. يا ريتني كنت مت قبل ما يحصل اللي حصل. امشي، مش عايزه اشوف وشك.